للإنسان عنوان والمفاتيح لبواب قام وجاب قام وجاب وقت الشدة تمتان يعودنا تحلاب وفرح للفرقان حتى ويعود اسحاب وقت الشدة تمتان يعود النات حلال وفرح للفرقان حتى ويعود اسحاب وجاب كان في مجيه التو الغاب ولا يسول عن كم فوت لغاب وجاب الغايب ما يحكم في مجيه التو الغاب ولا يسول عن كم فوت لغاب وجاب وقت الشدة تمتان يعودنا تحلاب وفرح للفردان حتى ويعود اسحاب وقت الشدة تمتان يعودنا وفرح للفرقان حتى ويعود اسحاب المولود النكان ثقافة وامتحان للإنسان عنوان والنفاتح لبواب المولود النكان ثقافة وامتحان للإنسان عنوان والنفاتح لبواب. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام في كل مكان، مرحبا بكم في حلقة جديدة من موسم جديد من برنامج غاب وجاب. هذا البرنامج الثقافي التراثي اللي يغوص بينا في هاي الثقافة الحسانية وهاي ثقافة البيضان، يغوص بينا في حياة البيضان بصفة عامة من ملاحيها كاملة، ما هو مخليش منها فتبارك الله ما هو متطرق له ما شاء الله يا مولانا. ونبغيكم بعد تعودوا ذي اللحظة سابق التقديم معانا في هذا البلد الزين ما شاء الله يا مولانا. احنا في تفو دارت الوقت فتبارك الله مراويح الشمس والجو ما شاء الله ما شاء الله فتبارك الله، ريحة الدخان والمراح زين ما شاء الله يا مولانا، والبله تروح والغنم ذكية الصايح ما شاء الله يا مولانا، عندنا الخيل الخيام بالزينات ما شاء الله، منظر فتبارك الله ما نبغيه يفوت أي حد. وبحكمنا على أن احنا بيضان مرتبطين بهذه الثقافة، مرتبطين بهذه الحياة، يسوى ياسر منا ما قطع عاشها، وإحنا قاعد نتكلموا عن أنفسنا ياسر منا ما قطع عاش هاي الحياة ولا قطع عاد فيها، يقير دائما مرتبط بها بينا اللي حلينا على العينين على الراحة لا في البادية وعلى لين تعود خالقة ديماس لا في البادية ولا ما لنا مشوقين بشيء آخر، الأضواء ولا المدن ولا الناس يسوش لحقت من الرقي ولحقت من الثقافة ولحقت من التقدم. وهذا الزمن الوريك اللي احنا في 2023 الإنسان الصحراوي الإنسان البيضاني مازال مرتبط الله بذي البيئة اللي هي يختارها والصدريات وريحة هذا الدخان وشوف ذو الخيام وعن التسدار في كل بلاد باطل فيه راحة نجبره فيه راحة ما نجبرها في البلادات الأخرى. أكثرهم شباب ما قط عاشوا هذا ولا قط شافوه لا يسمعوا به، وش منهم قاع ما قط سمع به، لا هي قراها اللاهون ولا هي يعرفوا اللاهون، معناه على أنه هو تثقيفي ويعلمنا ياسر ما كنا نعرفوه والله ما كنا مطرحين له من كل شيء اللي يتعلق بالإنسان اقتصادي واجتماعي حياة البدو كاملة والبداوة صهر عليها هذا البرنامج. الليلة البرنامج والله باطل هاي الحلقة منه تتكلم عن ما شاء الله فطنة هذا الإنسان الصحراوي، كان هذا إنسان البيضاني يسوى قاع منين، هذا العقل اللي أعطاه مولانا ما شاء الله اللي يفاصل به كل شيء اللي ما خالقه ثقرة في ذيك الحياة
اللي عاشوا قديما ما جبروا لهالشيء، يسدوا عنهم به ذاك الخصاص، ما كان عندهم خصاص، الملاحي كامل، كانت حياة كاملة متكاملة ما شاء الله. يعتبر الترحال والتنقل خصوصية ثقافية وضرورة اجتماعية لساكني الصحاري لطلب المرعى والماء، ولا يأتي قرار الرحيل جزافاً، بل بعد بعث خبير منقب عن المكان المنزل يعرف محلياً باسم البواه، وهو شخص عارف بالأرض ودروبها ومسالك الكثبان ومواقيت هبوبها، يركب جملاً أو فرساً ويغادر خيام أهله لضمان انتقال سلس وسليم ومثمر للجماعة. قد يستمر بحث البواه لعدة أيام، وبعد أن يعود بالخبر اليقين مبشراً الجمع بمكان أخضر وهطول أمطار، يستعد البدو للرحيل، حيث تجهز الإبل أو الخيول وتكرس الخيام وتطوى وتربط الأمتعة. أطلقت الباحثة الفرنسية صوفي كاراتيني على قبائل الصحراء لقب أبناء المزن Les Enfants du Nuage لما لمسته في بحوثها من تتبع هؤلاء للأمطار وتلمس مكان سقوطها ليضرب الخيام في ندى أرضها. إن المطلع الباحث في ثقافة الصحراء ليدرك أن ثمة علاقة وطيدة بين التراث الشعري والترحال، بحيث إن البدو أدركوا قيمة الترحال واعتبروه قوة ذاتية تحميهم من التعلق والألم، فهم كلما ترحلوا حملوا معهم ثقافتهم الشفهية في ذاكرتهم وصدورهم. الله لا إله إلا الله محمد رسول الله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا وادي الساقية بل السيل بل جاهلو، أثلت أشهر هذا المقريب قريب، ما زال له يعد التمطار والله أربعة التمطار المهم يعود ماله ياسر جاي يعود الماء ما هو بعيد. مازال قريب الماء، منين يبطل ما يعود الماء بعيد ما ينجبر على قريب. هان الله هذا اللي عرضنا اللي نعرفه الحمد لله، لا إله إلا الله. إيه هذا بلد شمل بالبيت هنا تيا، يعني شوف هذا اللي بيكمل هقاع من الزمن هون، هذه لهذه الأيام الله ربع خالص من هنا تيا. لا شوف حق بعد ثلاثة أيام الأربعة ناقة مرمولي لكن ياقل معلومات هاي بالله لحمدناه، هذه قطعا عن هاي بالله لحمدناه، هاي قاع الناقة منها. فريقنا الليلة فيه راجل ما شاء الله مولانا من ذوك الناس اللي ما انساهم مولانا في شيء من العقل ومن الفطنة، فتبارك الله أعطاه موهبة ما شاء الله شاملة، كيف ياسر من الناس كانوا في ذاك الزمن اللي ذاك هو اللي ما فيه رادارات ولا فيه أي أجهزة قياس شيء يسوى هو شنهم، كانوا ما شاء الله مولانا يستهداوا بالنجوم، كانوا يستهداوا في ليلة بليلة مظلمة ما شاء الله مولانا يستهداوا بمغرفة الصدرة اللي يخرصوا ذاك شوية تراب اللي أين عن الصدرة، منين يعود ذيك البلاد اللي اجتمع فيها يعرفوا عن هذيك قبلة ويعرفوا عنهم الشغل كانوا قايسين باطل. ياسر ما شاء الله يستهداوا بالأثر،
يتقف في الأثر هذا، كانوا يعرفوه ما شاء الله من مسافة يومين والله ثلاثة والله أسبوع والله شهر، دار واقي جصة وللحيوان بشتى أنواعه يعرفوه بعر البل يسوى لا زايلة واحدة مالي لعاد مراح قاع خلاص، يعرفوا بعر الزايلة كان لها نهارين كان لها ثلاثة كان لها أربعة، وخالق اللي قاع ما شاء الله مولانا كيف هذا الراجل اللي هنا طرقوا له الليلة في المشاهد التمثيلية، هذا الراجل ما شاء الله يعرف حتى ذيك البل المن ما شاء الله، ويشم التراب ويعرف التراب منين لحقوا ذيك التراب. من تشملهم أنا أعرف ملهم ذاك الأحمر ذاك القديم كان عندهم أحد أني ذيك الساعة عندي سمعي وعندي بصري. إله إلا الله إله إلا الله محمد سبحان الله. بواه البواه راح يشيك ما شافوا ذوك اللي بعينهم وشوف حد متبصر. السلام عليكم، انتم هون؟ انا عارف عنكم هون. يا ولاد تكلموا هناك بعد الدورة تشوفوا ضري. انا عارف عنكم هون، ولكن نعرف انا دواه نقبض لكم الحجارة ضريك والدورة كانكم تعرفوا كانكم كاينين والله ما انكم كاينين. يرحم بوك يرحم بوك، نحن لنا اللي نمازح نحن مزوخين معاك لا تشابرنا. أنا ذاك عارف، أنا فاطن لكم على أنكم هونتي، أنا عارف على أنكم هون عارف على أنكم هون. أنا مالي قلت لك ما يفوتش شفا تبارك الله. يسوى يا غير فمشي يقد يعود سمعنا نتكلم. ابدأ نحن سكتنا مازال هو بعيد ما فات الحقنا قاع. يا غير ذاك ما هو موضوعنا، انتم انت اللي تمشي ان شاء الله. ايوا الا غدا الصبح والله النهار اللي عاقب ذاك لك كتب الله ولاد. وجاب لنا اخبار التراب ما انا الله ما هو عاقب رفقتنا الفايته. ودا عقبكم السيل سيتعدلوا. ذاك الصمر وعند مولان. ايوا تعرفوا عن اعداء النجاح اللا خالقين وكانوا اللا خالقين، يا غير اكثر اللي كان من القيم خالق واكثر اللي كان خالق من شمونك وشي زين من شي سيء. كان السيء وارواقيج وكانوا قلال حتى وطاغي عليهم اللي خالق، فتبارك الله كان من في الناس من شي معلوم كامل ومن شي للأسف ما نقدر نقول عنه تخلينا عنه يا غير بعد اللي اندثر منه ياسر والله مات منه ياسر خالق. هذا الراجل من قضاء الله عليه كان هو بواه ما شاء الله اللي يرتحل على ثرو بكل ما في الكلمة من معنى كيف قال المثل البواه اللي يرتحل على ثرو. كان شي ما بليدة ما انتظرها هو قبل استنظرها هو لذاك الفريق ما يرحل شورها ما شاء الله إلى عاد مرتع له يخلق إلى عاد البليدات اللي فيهم أي منزلة زينة اللي ينزل هو فيها ذاك الفريق ولا هي يعرفهم ملي إيش محاوطوا من هك ومن هك ومن هك وشو ذاك البلد كانوا موخم يا كانوا أغضف يا كان كامل ما شاء الله بتفاصيله من قضاء الله عليه على أنه خلقت له حادثة والله خلق له شيء حادث أعمى مات راعي في الشيتوف من عينيه. أيوة ذاك ما خسر شيء على قدراته لا خسر شيء على بصيرته يا غير خالقين وحدين عادوا ماسين عنه وفات أخباره وعلى أنه مات له يعود بذيك القوة اللي كان بيها وعادوا كل ساعة يزروا الكلام ويقولوا الكلام ويقولوا كذا ويقولوا كذا عنه هو مات له شايف شيء هو قاعد شتله شايف وكذا هو اللي عنده ما كان يراعي فيه بعينيه كيف كلام مولانا على ان ما يعمل بصري غير تعمى القلوب اللي في اللي في اللي في الصدور اعوذ بالله وهو ذا كامل كان يراعي فيه الا بصيرته. شنو بتقولتي؟ لاباس ما شاء الله لاباس عليك صحتك بخير؟ لاباس ما شاء الله تبارك الله شنبتك انت بخير؟ ما شاء الله تبارك الحمد لله. وانت منين كنت؟ والله ومن اجبرت ورايا؟ ما ريت عاقبك ايش ما هو بواه المزون واخيرت بذاك الراجل واخيرت الله.
وخيرت 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 تعرفي عنه زادة تبصر مسكين حق مسكين حق أيوة حق يا غار الحمد لله ما ناقص منه شيء ينينك بضمون أنا بصره أبقى قلبه الحمد لله وراه ذاك الراجل راه ذاك الراجل راه مهم وما يستهزى حد به راه ذاك الراجل مكانته كبيرة به اللي نحن هادو الفرقان كاملين فريقنا هادو والفرقان اللي فارقين بينا ما نقدو نعدلو شيء إلى ما شورناه فيه ولقط رحل منا فريق ما شوره هي الأولى به اللي يعرف تبارك الله التراب ولا خالق شي فتى بارك الله ما يعرف ولا نقدو قاع نعدلو شيء إلى ما وخضناه عليه يا غير ذاك الراجل باقي تكتك بضو بيديك السنتين به اللي ذاك الراجل هو المثل الكبير وصنت له ما تصنت له إلا بوذنيك صنت له بعقلك ذاك اللي يقول وطبغه يولي وإلا جمعت مع أصحابك تمقول لهم عنهم يردوا البال ذاك الشيباني وأصحابه به اللي كلامهم مهم اللي سبقك بليلة أخبر منك في حويلة الله يوالي. وما يحتاج نوصيك أنا عارف عني ما نحتاج نوصيك يا غرم اللي أحكم أحكم اللي أزيد أحكم الله يوالي وما له يقول الناس ولا الصيدة يخلق مدوب حق والله اللي حق والله الحمد لله والحمد لله لا كيف اللي شايف تقول عنه ما زال بعينه الحمد لله ولا تستهزأ به ولي ما أنا الله والتي أنا صنيت حق والله هو سبحان الله بواه المزون هذا مسكين يعطيك قدر من النصائح قد منين تقعد معاه جزا الله خير جزا الله رقاج نصوح مسكين الله يجزي الله يجزيه بالخير والاحسان وتعرف عنه قبال يبغي الخير يبغي لك انت شخصيا ويبغيه مولي للعامه جزا الله بخير وهذا شيء يودعوا فيه مولانا مسكين الله يجزيه بالخير والاحسان الله يبارك قلت على بابه حق انت قاع ولي انا الحمد لله مولك عاقل الحمد لله وحاشا ما ذاك قاع مانك من هلو قريت ورد علي يا ياسر مسكين راه بعد سلم عليك جزا الله خير بالغ سلام بالغ سلام حتى انت بلغ له سلامي انا الديار هذا اللي يعود عنده من حيوانه شي من ضولن يعود يبل يعود زايلة بقر يعود قاع لا احمر قد يعود افرص قد يعود عجل قد يعود راس كبش قد يعود عتروس ظل له توف ولا يمشي يلود الاضوال له ذيك ويسول تم يسول ويلود الاثر لانه ما اللي يعرف الاثر لا تيبل والله كذا والله تهمز والله عرجه والله كذا يفصل اثرها ويتم يلود لين يجبر ظالته هذا هو الديار البواصه يعود الفريق ميز نوع على جهه والله ميز عماية نقولها القتمة ريح عماية شافة صفرة في السماء إلا يقول هذه عماية نابعة عن شيء لا عن سحب والله عن تقلاب رياح ولا بد أن نبوهوها يوم يمشوا مجموعة ويمشي بواه واحد إلى عاد الفريق خلقه ما هو ياسر ويمشي البواه ذاك عيش بر بل السحاب يعود يمشي يعني يحدها وعيش بعض اصداف مستهمله ما كان عالم بها حد وما فاصلين فيها ويرجع ويرحل شورها لانه في بواهته ذيك ايش بعض ذوك الاصداف صدف والله اثنين وعيش بعض لا ذيك العمايه جاتها لا ريح ولا جابت شيء غير بها وما مرطت مشلا بواه ورجع ما ايش بعض عن ما خالق شيء عيصه يمشي بواه ويعجل يمشي من الفجر ومنين تعود القايله يزول عليه النهار يقول الماء شافه والنهار ما لا يشاف عقابه وتمسوا عجله ويرجع عن سر الصدف وانتم ما لي تسافروا أولا كتب الله لك إن شاء الله ينقي منها الشوق إن شاء الله أمين يا مولان ينقي منها الشوق قلت لك يا والدي حق لاهن لاهي عود معايا في اتفاق لا أكتب مولان أولاد إن شاء الله رانك بردت أخلاقي اللي قلت لي عنه هو ماشي معاكم بردت أخلاقي
به اللي ينتكل على مولانا وينتكل عليه. إذا شفته ومنين تراه وتجمع معاه، إذا ولك يعطيك قدر من النصائح سبحان الله. الحمد لله. هذه مسألة ودعها فيه مولانا. حق الحمد لله. وقليل ذا الزمان اللي تجبر الواقيش يعطوك ذو النصائح، ولا قليلين بعد ولا يبغوا لك الخير أفطان، يبغوا الخير العامة قاع ما ولا أنت. الله يوارك. به اللي هما باقيين تراثنا وعاداتنا ما تتبدل، هو ذا الشباب كامل من يالطو يعود يرد البال لأبواته وجدوده. ذيك أبواته وجدوده ما هي معنى عنه لا أبواته هو اللي مخلينه للدنيا، أبواته الرجالة كامل اللي قد أبواته واللي قد جدوده وراهم جدوده، خصهم تم يصنتوا لهم ويردوا معهم البال ويفهموا ذاك اللي يقولوا لهم باش تراثنا ما يفرق ولا يوقف. الله فهمت؟ الله ما ولا يوقف. ها ما ولا يوقف. وأنا بقيتك ترد معها البال به اللي باقيتك تعود من أحسن شبان الفريق العليات عندنا. هم كل واحدة منهم تفرح بولها مين يعود هو اللي عارف التراث هذا. فهمت يا ولي؟ الله يوالك الله. إذا قلت شي كامل حق وعلى باب وذاك اللي نقول لك ما أناك له، ذاك اللي نقول لك أنا ما أناك لي تندم عليه يا ولي، مزلت له تقعد وحدك وتعرف عن ذاك اللي تقول أمك أنه بعقوبته عليك زينة وحامدتك أنا المولانا اللي مدوب ومتكايس. هذه حامدة أنا المولانا اللي أنت مدوب ومتكايس وتسمع ذاك اللي ينقال لك وتفهمه بقلبك. أو والله يا والدي ورقاج أنت اللي كامل علمتيه إنه ما شاء الله. وصل لي صول من سبعتي صول نادم لو بدالو يجيب شي متربي تهلو لو بدالو. الحمد لله الاشي تعلمناها منكم انتي وانتي والدي والحمد لله كامل. الحمد لله. الله يجازيكم خير والله يطولنا اعماركم. الحمد لله ان شاء الله. اللهم ويحفظك لنا يا والد ودعي معانا ان شاء الله. انا ندعي لك كل مساء وكل صباح وندعي لجميع المسلمين الحمد لله. الله يحفظك لنا ويطولنا عمرك. اللهم امين. اللهم امين بركة رب العالمين. وتوف مشى الطفل ذاك الطفل اللي كان كلامه ايجابي عنه. منين جا الوالد في الليل قال له هو فلان عندي عنه مات له بقدرته ذيك ولا كذا ولا كذا. قالت له ما شاء الله يا مولانا هو ذا. قالت له مخليه له ابوه في الدبش ما شاء الله، ابوه كانك يعدل هذا ومتعلم ذا وذا الشيء بن عليه واحنا ما قط رحنا رحله ولا قط قال لنا الشيء يسوى هو شنو. وفي امور حياتنا كامله في الفريق ما شاء الله ما عادت هي الحقيقية وعادت هي اللي يعول عليها مثلا علنا. المهم قالوا عنهم لا يعدروا به رحلة يخرصوا قاعهما فطنتوا هذه منين لحقت.